بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، اليوم حبيت نتحدث معكم مباشرة بعيدا عن البرامج المسجلة. راح نتحدث في عدة نقاط إن شاء الله، وبناء على الأسئلة الكثيرة التي وصلتني، وكثير من الناس تقول بأنه هل نحن بصدد الدفاع؟ بعض يقول لي كيف أنت أيدت المسار الانتخابي والآن ضد الدستور؟ لا يا أخي، طبيعي جدا أيدنا مسار معين حتى يكون هذا البلد بعيد عن أي مآزق أو منزلقات، وبعد طبيعي إذا عمل الرئيس تبون شيء جيد سنقول له شيء جيد، وإذا عمل شيء غير مقتنع به راح نقول لا. أين المشكلة؟ يعني والله أنا أتعجب من بعض الناس يقول لك لا، إذا ما دام قلت نعم أم لتبون معناها أي شيء يدير. هو في الخطاب الأول قال إذا أخطأت قوموني وإذا أصبت ساعدوني، هو قال هذا الكلام. نحن عندما نشوف شيء غلط، هو قال بأنه عامل دستور قدمه راح ينزله للشعب، أنا من الشعب نعطي رأيي، أنا رافض هذا الدستور. ليس معناه أنه الدستور كله سلبيات، دستور فيه مواد ملغومة تهدد أمن البلد واستقرارها، أنا أرفض هذا الدستور. ولكن إذا كان فات في استفتاء نزيه بمعنى الكلمة وقال به الشعب، خلاص راح ينتهي الأمر، يصير دستور فرض الشارع الجزائري، بعد ذلك نعمل في إطار أخرى. هذه هي الأمور كيف تمشي. أما نحن، وهذا أكبر دليل على أن المرحلة نحن عندما أيدنا المسار الدستوري لا يعني أن نعطينا ضوء أخضر للنظام يدير وش يحب، لا أبدا. إذا عمل شيء جيد نقول له شيء جيد، وإذا عمل شيء سلبي نقول له شيء سلبي. أين المشكلة فيها؟ بل هذا دليل على تنوع الآراء، ومن المفروض نتقبل بعضنا البعض، نتقبل بعضنا البعض. هذه الموضوع الأول إخواني. سؤال كثير وصلني، هل تسعى السلطة لفرض الدستور؟ إذا السؤال وصلني وبناء وسؤال مشروع حقيقة، السؤال هذا مشروع جدا، لأنه عندما تشاهد التلفزيون الرسمي والقنوات الفضائية وكل الإعلام كله يشيد بالدستور. هل رأيت مثلا في التلفزيون، أنا لم أشاهد، ربما إذا كان فاتتني من شاهد منكم يخبرني، أنا لم أشاهد تلفزيون مثلا حكومي أنه جاب برنامج واستضاف ناس ضد الدستور، ما كان. هناك أيضا معلومات تتحدث بأنه هناك ضغوطات تستهدف الناشطين الذين ضد الدستور، وكاين اللي وصلتهم تهديدات، وكاين اللي وصلته كثير من الأمور وتحذيرات، وهناك صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وصلتها تهديدات وتخويفات من دوائر. هل هذه الدوائر عن علم من طرف رئيس من طرف رئاسة الجمهورية أو لا، هذا شيء آخر لا ندري، ولكن الحقيقة أنها هناك هذه التهديدات. إذا لما تشوف هذه الحيثيات ماذا تقول؟ رئيس الجمهورية يقول أنه الدستور منزله للشعب، إذا قال عليه الشعب نعم يفوت، إذا قال عليه ما يفوتش. من المفروض هنا راح يكون نقاش مفتوح، النخب التي تؤيد هذا الدستور يخلوهم يناقشوا، حتى الجزائريين يجيبوا ناس، واحد يأيد الدستور هاي الأسباب اللي خيدت ويأيد الدستور، وواحد ضده أيضا ها هي الأسباب، لكن يجيبوا الأصوات العقلانية الأصوات الواعية، مش الأصوات الغوغائية تبع شبكات التواصل الاجتماعي. هذه الإشكالية. إذا كان السلطة الآن عندها مشروع، الحكومة عندها مشروع، ومن المفروض وزير الداخلية وهذا راح يكونوا حياديين، لأن القضية بين الجزائريين نعم أو لا، ما فيش منافسة حزبية أبدا، فيه دستور، به جزائريين يقولون لا وفيه جزائريين يقولون نعم، وكل واحد يوري حنة يديه في إقناع الجزائريين بالرأي الذي يراه. أنا أعمل في إقناع الجزائريين بأن يقولوا لا بسبب وجود مادة ملغومة، ليست أنها ملغومة لأهداف أخرى لا علاقة لها لا بترقية الأمازيغية ولا بترقية هذه الهوية ولا شيء.
هي تستعمل في هذه الهوية لتحقيق مكاسب معروفة لدى انفصاليين. هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. أنا تمنيت هذا الدستور. الجزائر فيها عدة لهجات، لهجات يا جماعة العربية، وفيها لهجات، فيها لهجات الدارجة، فيها تروح للسوريين تلقاهم يهضروا بلهجة، تروح للخليجيين تلقاهم يهضروا بلهجة، تلقى والله فيهم كلمات أصلا مش موجودة حتى في الديكسيونير أصلا، في القاموس بتاع اللغة العربية. إذن أنا أعتقد بأن هذا في غلط كبير. أنت تقول لي راح نعمل أمازيغية ونرقيها حتى تكون لغة رسمية، يا علاش دارها رسمية؟ خل رقيها أولا، وبعد كي ترقيها وش المشكل؟ وش مستعجل؟ هل هناك مسابقات عالمية وهناك مراكز تنتظر فيك ومشاريع إذا لم تستعجل بهذه اللغة؟ أنا سمعت الواحد يسموه أمين الزاوي حسب ما نقلته احد الصحف، يقولهم بان العربيه انتهت ومش نعرف واش، وبعد 12 سنه راح تكون الامازيغيه لغه العلوم. وهو كان يكتب بالعربيه وزوجته ايضا كاتبه بالعربيه، وللاسف الشديد ايد والله العظيم يعني نوع من هذا العبث، من العبث الحقيقي. الدوله عندما تكون فيها تنوع، تنوع ثقافي وتنوع في الهوية والعرق والأشياء هذه، مش أي مجموعة كاينة تعملها لي لازم تكون في عنصر من عناصر الدولة. الدولة تكون لديها اللغة التي تتعامل بها مع العالم، هذا هو الأساس. هذا الموضوع تكلمت فيه كثيرا، لكن أنا موضوع السؤال هل الدولة ستسعى إلى فرض هذا الدستور؟ هناك بعض الحيثيات، هناك تهديدات وصلت إلى ناشطين، هناك تخويف، هناك فتحوا على بعض الأشخاص تحقيقات أمنية، ولا أريد أن أتكلم وأعطي كل المعلومات، سيأتي حينها. إذا كان رئيس الجمهورية يدري وهو الذي قال على الجزائريين أن يعطوا رأيهم بحرية، ويحدث هذا التخويف واستهداف الناشطين المناهضين لهذا الدستور، رئيس الجمهورية كم من مرة يقول الهوية ما فيهاش كلام، إذا ليش منزلها لي في الدستور؟ علاش منزلها في الدستور؟ الهوية لا تناقش، أنت منزل لي دستور نناقشوه كل مادة مادة. لو كان انك لا تريد هذه الماده المواد ان تناقش حطيتهم في وحدهم فصل، هذا الفصل لا يناقش فيه، هناك فقط فصول تنزل الى الشعب. وان كان اصلا هذا الدستور يعني عليه مؤاخذات كثيره، يعني من المفروض الدستور راح يكون اقل من هكذا شوي. الدستور راهو يضع الكليات الاساسيه للدوله، الدستور راهو عندما يختلف الجزائريون يعودون الى الدستور حتى يحلوا خلافاتهم، ولكن الدستور هذا جاي باش يدير خلافات بين الجزائريين، راح يدير صراعات حول الهويه، صراعات في اشياء كثيره، هذا لا ما هو منطقي، هذا ما هو منطقي. اذا اخواني انا ارى هناك دوائر في السلطه تريد فرض الدستور، وهذا سيضر بمصداقيه هذا الدستور. واذا مر هذا الدستور تحت ظل هذا الضغط وظل هذا التخويف، فأعتقد بأنه سيكون بداية غير موفقة. ومن يعتقد بأننا دخلنا في جمهورية جديدة فهو يتوهم، سيجد الجزائريون أنفسهم في نفس المرحلة التي كانوا عايشينها في عهد بوتفليقة. البعض يتحدث بوجود صفقات، بعض يقول لك بأن رئيس الجمهورية عنده صفقة مع بلاد القبائل، مع القبائل، والمعلومات تتحدث بأن هذه هناك دوائر، لا أدري هل هذه الدوائر تقوم بهذه الأوامر، أمر من طرف الرئيس أو تقوم وحدها، أنهم يريدون إيقاف الحراك في منطقة القبائل، هذه المظاهرات اللي في منطقة القبائل مقابل تمرير هذا الدستور بهذه الصيغة وهذه التمازير الصغيرة. أنا أعتقد بأن كل هذه الشكوك هناك حيثيات تتحدث عنها، ولكن لا نستطيع أن نجزم أن هذه الأمور على تأتي من على أعلى مستوى، ولكن الذي يحدث يوحي بتوجهات السلطة نحو عملية فرض الدستور. إذا بقيت على هذه الصيغة، إذن إخواني الكرام أنا أعتقد يجب أن يصلح الأمر. الدستور مررتوه على برلمان تاع العصابة، ما عليهش، الآن عند الشعب، خلي الشعب يقول رأيه. انت تروح وبعض الناس يهدد لك الناشطين الذين يرفضون ماده التمازيغ على اساس كانها كراهيه وتحريض على العنصريه، وين تحريض على العنصريه؟ وين تحريض؟ انت منزل لي دستور للشعب اهدر فيه كما تحب الشعب حر، هو يقول لا الامازيغ، لا هذه امور الهويه، امور الهويه، انت اصلا فيه بعض المواد تستهدف الهويه الاسلاميه للدوله،
كنا قبل نتحدث عن حرية ممارسة العبادات، الآن نرى حرية الشعائر. هذا الدستور نشوف في كثير من المواد ما هو جاء من أجل تسيير شأن الدولة الجزائرية وشؤون الجزائريين، جاء لإرضاء أطراف منظمة دولية، هيئة دولية، بعض المناطق فقط. ما هو جاء لأجل تأسيس أسس للدولة الجزائرية الحقيقية. ولو كان جاء هذا لكانت هذه اللجنة التي أشرفت على إعداد الدستور، على الأقل أنا كنت أتمنى تكون لجنة منبثقة عن برلمان شرعي حقيقي، لكن للأسف هذا كان خطأ ارتكبته السلطة. ولكن حتى اللجنة، ما هي لجنة فيها كل طوائف الشعب الجزائري، كل توجهات الشعب الجزائري، هي لجنة تتكون من تيار توجهات الفكرية العلمانية الواضحة، عنده نفس التوجه واحد. جيت قل لي العرابة راهو عبارة عن مسؤول تقني، لا، بصمات العرابة وتوجهاته الفكرية الناس اللي يعرفوا عن قرب ظهرت في الدستور. انت تجي تقول لي حرية ممارسة الشعائر وحرية من حتى اصلا هاي هنا هوية الدولة كدولة مسلمة حطيتها في فم المدفع. لذلك انا ارى بانه الجزائر اللي خاف على بلده ويهم مستقبل بلده، لأن القضية تتعلق مستقبل بلد وليس مستقبل تبون في السلطة ولا مستقبل جراد في الحكومة ولا مستقبل الوزارة. هذا الدستور لمستقبل يجب أن يبنى على أسس صحيحة ومتينة ويكون دستور دائم، مش دستور فقط تفوته من أجل عهدة ولا عهدتين تبون وبعد كيجي رئيس آخر الله يسهل عليه، دورك يجي هو ويدير قرار ويزيد يغير، لا، نقعد ونحن كل رئيس يجينا نغير الدستور. لا، من المفروض الدستور لا يأتي بهذه الطريقة. الطريقة التي دارها الرئيس فيها خطأ، استراتيجية غلطة نهائية، ولذا تفضي إلى هذه. ولكن هناك من يتحدث بأن الرئيس لا يمكنه أن يجي ينحي هذه المادة بأي كان، لأنها عبارة عن لغم مسموم حطته عصابة بوتفليقة في الدستور، إذا لا يمكنه أبدا أن ينحيها. خليكم انتم ايها الجزائريين، ولكن هناك تيارات، هناك لوبي. بالاخر نقول هذا، العصابه وجذورها كلهم حابين يمروا هذا الدستور، هذوما المتطرفين والغلاة الذين يشككون في شرعيه الرئيس ويرفضوا حتى رئاسه تبون، كلهم حابين يفوت هذا الدستور ويكذبوا عليه. انهم يريدون من الجزائريين ان يقاطعوا الانتخابات حتى يمروا الدستور، يريدون من الجزائريين أيضا أن يشككوا، المهم يزرعوا الشكوك كل حتى يحدث عزوف، وفي المقابل تحت الطاولة يقولوا لعناصرهم روحوا انتخبوا وقولوا نعم، تروح أقلية تقول نعم فات الدستور. مهما كانت هذه الشكوك، مهما كانت، سواء السلطة أرادت أو غير تريد، الحكومة وما الرئيس جاب هذا الدستور هراه يدافع عليه، لكن عندما يرفضه الجزائريون لا توجد سيادة فوق سيادة الشعب، هكذا الدستور يقول. إذن لا يمر. إذن هذا كيف سيتم؟ هذا يتم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع وقول لا، ويكون الناس تعس على أصواتهم. أنا أعتقد بأن الأمر يكون هكذا. إذن إخواني الكرام، بالمختصر مفيد حتى نمر لموضوع آخر، أن الدستور ملغوم، وأن الدستور رفض هذا الدستور سيحرر الرئيس، والأيام بينه، وإذا مر هذا الدستور سترون، لأن العصابة بدأت تسترجع أنفسها، لأن رحيل القايد صالح، شخصيا كان هو الضمان بعد الله تعالى لاستمرار هذا المسار، ولكن رحيله قلل من هذا الشأن وراح في قلق كبير، كان سيكون ضامن كبير لمثل هذه الامور. اجزم لكم الناس اللي تحبوا القايد صالح وتحبوا هذا المسار والتفتوا حوله، اجزم لكم لو القايد صالح موجود على قيد الحياه ما قبل بهذا الدستور. هاني نقولها لكم من الاخر، لانه دستور يهدد وحده ترابيه، دستور يخدم فئه انفصاليه، دستور يخدم فئه تريد ضرب التحام الشعب الجزائري فيما بينه. هذا بالمختصر، الجزائري اللي خاف على بلده، ما تقول لي اني ما خاف، الله خلاص انا البلاد ما ديت منها والو، يعني انت البلاد كي تديها للجحيم معناها تلقى بلاد اخرى تقول لك ارواح، هذه بلادك ما عندك وين راح تروح، يا تحميها يا تخليها
يعبث بها أكثر مما عبثت بها عصابة بوتفليقة. لذلك هذا الدستور يا جماعة هو راهو دستور ملغوم، الرئيس راهو جاء بغض النظر عن نواياه، الله أعلم بنواياه، ولكن كل الحيثيات تقول بأن الرئيس سيتحرر من هذه المواد الملغومة إن رفضها الشعب الجزائري. لذلك على الجزائريين أن يخرجوا بقوة إلى صناديق الاقتراع ويعتبروا يوم أول نوفمبر يوم ثاني من أجل استعادة الدولة الجزائرية التي لعنتها العصابة من طياراتها المختلفة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.